مفكر حاله سريع، مفكر حاله سريع، ما اعرف اني انا السرعه بحد ذاتها. لك لعيب 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 لعيب، انا لعيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم وسام، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. مثل ما بتعرفوا من قبل تقريبا 4 شهور نزلت فيديو عن سيري، ومثل ما بتعرفوا سويت عنا هي السلسله تقريبا 3 فيديوهات، هذا الرابع راح يكون اتوقع انه الرابع. بس مثل ما بتعرفوا انا غيرت الموبايل، يعني سيري تغيرت، فهذا يعني انه في سيري جديده، فيعني حظ جديد وشي جديد. فاليوم نجرب سيري بالموبايل الجديد، نشوف سيري شلون رح تختار لنا. خطوه خطوه رح ارجيكم شلون رح اخلي سيري تختار لي، ورح اقول لكم على الطريق هيك خطوه بخطوه مشان ما تضيعوا، ومشان هيك نكون مع بعض خطوه بخطوه ان شاء الله. يا رب يا رب سيري تختار لي شي منيح يا رب. فبلا ما نطول بالمقدمات اكثر، خلينا ننطلق ونبلش بالفيديو. هلا اول شغله رح نساويها هي انه نروح اول شيء على الشوب، نروح على الهيروز، منعد كم شغله عندنا اياها، يعني نخلي سيري تنقلنا تانك او فايتر او اساسن او ماركس مان او ميج او سبور. ها في عندنا 1 2 3 4 5 6، عندنا 6، فمنخلي سيري تختارنا من رقم 1 ل6 ونشوف شو حيطلع لنا. هي سيري choose a number between 1 and 6. مثل ما شفتوا سيري اخترت لنا 3، الثلاثة اللي هي العد دائما حيكون من اليسار لليمين، 1 2 3. سيري اخترت لنا اساسن، لحد الان امورنا ظريفة، في عنا 1 2 3 4 5 من اليسار لليمين دائما العد مثل ما حكينا، في عنا 5 بكل خط، 5 10 15 20، بس 5 10 15 20 بس، 20 اساسن عندنا باللعبة، شي جميل. نايس معلومة. هاي سيري choose a number between 1 and 20. سيري اخترت لنا رقم 17، رقم 17 اختارته سيري، نشوف من اليسار لليمين، 1 2 هدول 5 10 15 16 17. ناتاليا، شي ظريف. اللي ما بيعرف انا ما بعرف العب ناتاليا ولا بشلم. زيزو انا اسف على الشيء اللي حتشوفه بهذا الجيم، انا ما بعرف العب ناتاليا، فانا بعتذر من هلا قبل ما ابلش بالجيم يا زيزو، انا ما دخلني لوم سيري، هو انت عندك ايفون وبتعرف سيري، في معرفه شخصيه بينك وبينها، ف سيري مشكله، انا ما دخلني. هلا شو بدنا نساوي؟ هلا بنروح على البيلد، وين البيلد كان؟ بنروح على البيلد، بنروح على اساسن، بنروح على ناتاليا. انا بصراحه ما بعرف اي ايتمز بالاساس لناتاليا، فحناخذ هاد مبدئيا هيك نبتله. في عنا اتاك، ماجيك، ديفنس، موفمنت، جنجل، روم. لا الموفمنت ما حنحطه، رح نحط 1 2 3 4 5، في عنا 5 اشياء. لا لحظه ثانيه، كمان الروم ما حناخده، الروم ما حناخده والموفمنت ما حناخده، في عنا 4 اشياء. يا اما سيري بتختار لنا نكون ناتاليا جنجلر، يا اما اتاك بنلعبها طبيعي، يا اما ماجيك بنلعبها كميج ديف ماجيك، او ديفنس بنلعبها كرومر وتانك. فحنخلي سيري تختار لنا وحده من 4. هي سيري choose a number between 1 and 4. رح نلعب ناتاليا بشكل طبيعي. سبحان الله شلون زبطت هيك وزبط، ما بعرف والله، ما عدت والله من اول مره، اقسم بالله ما عدت شيء والله، هي لحالها اللي اخترتها. فسيري اخترت لنا نلعب ناتاليا بشكل طبيعي، شلون هيك ما بعرف، بس بالنهايه انا نوب نازع يعني. حنفوت دق كلاسيك ونلعب ناتاليا بشكل طبيعي، نروح على السايد ناخذ الاكسكيوت نلعبها بشكل طبيعي، which is very good، يعني شيء كثير حلو. بس مثل ما بتعرفوا كلياتكم انا عن جد نوب ناتاليا بشكل مرعب، يعني انا ما بعرف العب ناتاليا بنوب يعني، فالله يستر. ناتا وينك يا ناتاليا؟ ناتاليا ليك، هاي ناتاليا، بناخذ لها اكسكيوت وبناخذ هاد، شو ناخذ كمان معها؟ ناخذ برو بيلد، والله انا ما بعرف شو بياخذوا لها، فخليني اخذها
ثاني واحد هذا هيك حسيته شوي هيك ظريف. ايوه معنا خوفرة جنجلر. شلون يعني خوفرة جنجلر؟ لك صحيح كأني انا نسيت لكم انه تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك. حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة اذا ما كنت مشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. هلا تذكرت Let's see go. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. هاجا. هلا المفروض انه يكون اموره لا يا شيخ شلون يعني طول بلا طبيعي هيك يتزانق علي. هذا حل تبعه شلون شيء من افاه من هون. اسمعوا لي ثيرست بلاد جاهزين الفيرست بلاد اسمعوا لكم اسمعوا شفتوه والله بيطلع مني وينه شو الرجعه هاي شفتوا لي الفيرست بلاد شفتوه من التوتر اللي صار معه التوتر عرفتوا ام رجع لعندي من التوتر. ايوه طيب مو هيك يا حبيب. يا شباب اللي شفتوا انسوا تمام. تعالوا لك تعال يا زلمه اخ والله لعيب عيب انا على قولت ابو الشوش لعيب عيب. تعال كاجا تعال لك لا قتلته فنان. شوف هي لا تشوف شيء تروب الباسف تبعك هي لك تعال لا 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 انا كبست القلب اختفيت تمام رحت له بالفيرس شوفوا هالفوت الخاطفه على كاجالا تمام شوفوا هالفوت الخاطفه شلون يعني يلا اوه يا زلمي انا السكن تبعي ليش ما بستخدمه شوفولي هالفوتة المحترمة يلا شوفولي الفوتة المحترمة لا يا يلا جنجلر انت صح يلا ماشي حال حسام حاول انه جنجلر بس لا عادي يا زلمه شو هي لعيب انا لعيب لك لعيب مو بإيدي لعيب جيت هلاو تعال لينك تعال لينك مفكر حاله سريع ما عارف اني انا السرعة بحد ذاتها هلاو تعالوا لا 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 ضربني رتري هلو اكس بورك تاك هلو لك تعال تعالوا لا 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 لا
ايوه بس شلون هيك؟ شلون ما مات الاكسكيوت والضرب والقصاص؟ في شي غريب صار، حسيت ما بعرف صار بق. ليتس جو ايزي جيم ايزي ايزي ايزي. بالله عليكم شلون اللعب؟ يا زيزو شلون اللعب؟ بيناتا بس اللي 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 اعطي اللي شلون اللعب بيناتا بس ما بدي اكتر اللي شلون اللعب بيناتا بالله عليكم يعني بالله عليكم هذا واحد لعبان جيمين مدري ثلاثة بيناتاليا وما بيعرف يلعب فيها انا مالي محترف وبخذوا لكم نظرة هيك جنابية محترف صح مبين من وشي محترف شوفوا محترف مبين مبين محترف والله يا هالمرة سيري يعني كمان دعمتنا يعني خلتني العب ناتاليا بشكل طبيعي والله شكرا يا سيري شكرا لك موبايل جديد سيري جديدة شي مرعب شي جميل فيب هذا هو الفيديو تبعنا لليوم ان شاء الله يكون عجبكم بتمنى انكم هيك استمتعتوا بالفيديو بتمنى انه هيك لعبت لعب ماشي حاله وظريف بيناتا مع اني انا ما بلعبها يعني مثل ما قلت لكم اول شيء انا ما بلعب ناتاليا بس لعبتها بشكل يعني انا برايي لعبتها بشكل جيد يعني اقل شيء انه بشكل جيد فيب اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحط لايك وتشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد استنوني بالفيديوهات القادمه سلام